بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتكم. قبل ما تسخن بس وتقول لي يا اسطى بطل فقر وسيب انس جابر في حالها، عايز اكلمك بس كلمتين كده مع بعض نتصارح شويه. هل انا عندي مشكله ان انس جابر تكمل مسيرتها بتدور على فلوس؟ بالعكس ما عنديش مشكله، بالعكس هي عملت انجازات وعملت نجاحات، من حقها ان هي تدور على فلوس ومن حقها ان هي تشارك في البطولات لمجرد المشاركه. هل انت عندك مشكله ان انس جابر تشارك في بطولات لمجرد ان هي بتشارك فيها عشان تستفاد ماديا؟ عايز اعرف الاجابه دي منك. في ناس كتير هتقولي طب وانت بتتكلم كلام زي ده ليه؟ لما هو شفت المنتدى اللي عملته انس جابر النهارده، شفت انس جابر وهي كانت متاخره وقدرت تعمل المنتدى، وشفت المباراه وهي بتتصعب على انس جابر في المجموعه الثانيه، وشفت كمان انس جابر في الاكتساح بتاع المجموعه الثالثه، شفت اداء انس جابر بتاع المجموعه الثالثه، عطتها 6-1 على الرايق والدنيا بالنسبه لها كانت تمام قوي. انما انس جابر في المجموعه الاولى والثانيه تقعد تسال نفس السؤال، هي البنت دي تمام وسليمه ولا بتدوس على نفسها عشان خاطر تلعب وخلاص؟ صراحه السؤال اللي انا بساله نفسي من بطوله امريكا المفتوحه للتنس، بصراحه من بطوله امريكا المفتوحه انا بسال نفسي السؤال ده. هتقول لي يا اسطى يونس لعب البطولات بعد امريكا المفتوحه؟ اقول لك لعب البطولتين وطلعت في البطولتين بشكل غريب جدا نوعا ما. يعني في بطوله طلعت فيها من الدور الاول وبطوله طلعت من الدور الثاني، وعشان كده الواحد كان مقرر ان هو يسكت، لان انا كنت شايف حملات تقليل من انس مبالغ فيها شويه، اللي هو ما حدش كان مستني حاجه من انس جابر، فكل اللي انس عملته ده كان انجاز كبير جدا وكان حاجه عظيمه جدا. فانا مستغرب دلوقتي الناس بتحسب انس بأني منطق وبتحسب انس بأني اتجاه. مفيش حد فيكم ساهم في نجاح انس جابر، مفيش حد فيكم ساهم في ان انس جابر تبقى مشهوره عالميا او تبقى الثانيه عالميا او تبقى الخامسه او تبقى الثالثه او تبقى الرابعه او حتى دلوقتي تبقى الثامنه عالميا. مفيش اي حد فيكم ساهم في اي حاجه، بالعكس انتوا بتتفرجوا وكل اللي بتعملوه انكم بتدعموا انس جابر معنويا، غير كده مفيش حد فيكم ليه عنده انس حاجه. وانا نفس القصه، فانا بصراحه شايف ان موضوع التقليل من انس جابر كان مبالغ فيه شويه. بتمنى التوفيق لانس تقدر تعمل حاجه في بطوله نيانجو في الصين. انس وصلت لدور ربع النهائي وان شاء الله باذن الله تقدر تعمل حاجه في بطوله نيانجو وتقدر ان هي تفوز بالبطوله، عشان خاطر انس نفسيا وقعت كتير جدا بعد البطولات اللي هي خسرتها. واعتقد ان انس جابر بعد الويمبلدون ده الموضوع بالنسبه لها بقى صعب، ولسه مش عارفه تلم نفسها ولسه مش عارفه ان هي ترجع قويه زي ما كانت. كل اللي انا بتمناه ان هي ترجع قويه زي ما كانت، وكل اللي انا بتمناه ان انا اشوف انس جابر بدنيا ونفسيا وفنيا قادره ان هي ترجع تاني تكون انس جابر بتاع السنه اللي فاتت. الموسم ده موسم كارثي بالنسبه لانس جابر، لكن ان شاء الله باذن الله خير بالنسبه لانس جابر في نهايه الموسم ده والموسم اللي جاي. انا بالنسبه لي مكمل كده في اخبار انس جابر، لان انا زي ما قلت لك ما كنتش مستني منها اي حاجه في البدايه ولا دلوقتي مستني منها اي حاجه. كل اللي هي بتعمله حاجه عظيمه، وكل اللي هي بتعمله ان هي بترفع رايه بلدها في بطولات ما كانتش بتترفع فيها الرايه دي قبل كده. عشان كده استمتع بكل مرحله انس جابر واستمتع بكل اللي بتقدمه انس جابر، لان بعد انس جابر في فئة السيدات ما اعتقدش ان هيظهر لنا انس جابر تاني ولو بعد 10-15 سنه. كفايه دي الحكايه. بقول للمصريين نفس الكلام بشان محمد صلاح، استمتع بكل اللي بيقدمه صلاح لان احنا بعد صلاح هنكون مالت. وبقول للتوانسه في عالم التنس استمتع بانس جابر، لان بعد ما انس جابر ما هتبطل هتعرف قد ايه ان انس جابر كانت ماليه فراغ كبير قوي. فالف مبروك لانس جابر، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق ليها في مباراه بكره ان شاء الله. ولو عايز تعرف اخبار انس جابر في مجموعه على الفيسبوك اسمها محبين انس جابر، وفي مجموعات كتير على الفيسبوك بتدعم انس جابر وبيتكلموا على اخبار انس جابر، وكمان بينقلوا بس مباشر للماتشات بتاعتها. فكل الحوارات دي موجوده على الفيسبوك، في محبين كتير لانس جابر بيدعموها وفي ناس كتير بيقفوا وراها ومش مستنيين اي حاجه غير ان انس جابر تكسب وتكون مبسوطه وبتشرف البلد اللي هي بترفع رايتها في النهايه. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش فقول لي اجابتك على السؤال اللي انا سالته في البدايه. هل انت عندك مشكله ان انس جابر تكمل مسيرتها ان هي تدور على فلوس، ولا عندك حلم ان انس جابر تبقى حتى في نهايه مسيرتها عامله زي نوفاك جوكوفيتش؟ بس نوفاك قصه مختلفه تماما.